السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم مع الحلقه السابعه من سلسله سؤال ب1000 دولار لرشيد حمامي. سؤال النهارده سؤال ظريف ولطيف وخفيف ونحيف. بنسال رشيد حمامي وبنقول له: ما هو اسم الاله الذي تعبده؟ المسلمون يعبدون الها خالقا رازقا قويا عظيما اسمه الله، والمسلمون يحفظون اسم الههم متواترا في نطق الاسم بنقل الملايين عن الملايين باسانيد صحيحه تنتهي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يعني احنا النهارده لو سالنا اي شخص مسلم ما هو اسم الاله الذي تعبده سيقول الله، والمسلم حينما يقول الله فهو ينطق لفظ الجلالة واسم الإله الذي يعبده بشكل صحيح. فهل رشيد حمامي يعرف اسم الإله الذي يعبده؟ مع الأسف رشيد حمامي لا يعرف اسم الإله الذي يعبده، وهذا الكلام اعترف به علماء المسيحية. طب ايه الدليل على الكلام اللي أنا بقوله؟ لن نستخدم إلا المراجع المسيحية فقط. أمام حضراتكم كتاب المدخل إلى الكتاب المقدس تأليف الأستاذ حبيب سعيد صفحة رقم 30، يقول: ومما هو جدير بالذكر هنا أن النطق الأصلي الصحيح لاسم الجلالة في العبرية يهوى قد ضاع. بتقول إيه يا أستاذ حبيب؟ بقول لك أبو عمر إن النطق الأصلي الصحيح لاسم الجلالة في العبرية يهوى قد ضاع. طبعاً مفيش داعي أقول إن الأستاذ حبيب سعيد نصراني مش مسلم. طيب تعالوا نطرح نفس هذا السؤال على القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير. هل يا قمص عبد المسيح تعرفوا اسم الإله العلم للإله اللي أنتوا بتعبدوه؟ القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير بيرد علينا وبيقول: وقد فقد النطق الصحيح للاسم من التقليد اليهودي أثناء العصور الوسطى وصار ينطق بأشكال مختلفة. النطق الأصلي ضاع، النطق الأصلي لاسم الإله العلم في اليهودية والمسيحية ضاع. هنوجه نفس هذا السؤال للأب الأرثوذكسي متى المسكين، يقول في تفسيره لإنجيل يوحنا صفحة رقم 220: غير أن الكلمة يهوى بنطقها الأصلي ضاعت معالمها وطريقة نطقها من اللسان اليهودي، وذلك منذ حوالي سنة 300 قبل الميلاد بسبب إحجامهم عن كتابتها أصلا في الأسفار بسبب الخوف والرهبة. ويقول الأب متى المسكين في صفحة 221: بدأ الاسم يهوى ينحصر في الاستخدام الطقسي فقط، ثم بعد ذلك بدأ يزحف على المخطوطات كلها، ولا نعرف الآن لا نحن ولا اليهود في كل العالم نطقها الصحيح. لما يطلع واحد نصراني يقول لك ان اليهود كانوا محافظين على المخطوطات وما كانوش بيزوروا بها، تجيب كلام الاب متى المسكين وتحطه قدام عينيه تقول له: بص اتفرج الاب متى المسكين الارثوذكسي بيقول ايه. لما يطلع رشيد حمامي ويقول ان اليهود كانوا بيحافظوا على الكتاب بتاعهم، نطلع نقول له: يا استاذ رشيد حضرتك انسان كذاب، لان علماء المسيحيه اعترفوا ان اليهود كانوا بيغيروا في المخطوطات وحذفوا اسم الاله وفضلوا يحذفوه في كل المخطوطات وهي بتتنسخ لغايه لما اسم الاله ضاع. الاب متى المسكين يقول: ولا نعرف الآن لا نحن ولا اليهود في كل العالم نطقها الصحيح. يعني كل اليهود وكل النصارى في كل العالم ما يعرفوش اسم الإله اللي هم بيعبدوه. يهوى ده رمز للاسم لكن مش هو اسم الإله اللي هم بيعبدوه. والأب متى المسكين بيقول في صفحة 222: وأخيرا وفي القرن الثالث اتفق اليهود على حذف كلمة يهوى من المخطوطات ووضع كلمة أدوناي عوضا عنها. عرفت يا رشيد كتابك حصل فيه ايه؟ عرفت ان اسم العلم، الاسم العلم للإله في المسيحية واليهودية ضاع ومبقاش موجود؟ انت مش عارف اسم إلهك اللي انت بتعبده وطلع تتكلم على القرآن وتقول القرآن فيه والقرآن مفهوش؟ انت بتعرفش حاجة، انت بتعرفش حاجة، انت مش فاهم اي حاجة. المفترض تروح تدور على اسم الاله اللي انتوا ضيعتوه. انت مش عارف اسم الاله اللي انت بتدعو المسلمين للايمان به. تخيل انت قاعد قدام واحد مسلم وبتقول له انا عايزك تؤمن بالاله في المسيحية، قال لك: طيب يا استاذ رشيد الاله ده اسمه ايه؟ قلت له: بصراحة ما اعرفش. اضحوكة الان، انت اضحوكة. جاوب يا رشيد على السؤال: ما هو اسم الاله العلم الذي تدعو المسلمين للايمان به؟ مش عارفين ابسط شيء عن الاله اللي هم بيعبدوه. اول حاجة عنه اسمه، اسمه ايه؟ مفيش ولا يهودي ولا نصراني يعرف النهاردة اسم الاله اللي هم بيعبدوه. بنوجه السؤال مرة تانية للاستاذ رشيد: ما هو اسم العلم للاله الذي تعبده وكيف تؤمن بإله وأنت لا تعرف اسمه العلم؟ نتمنى أن الأستاذ رشيد أن يجاوب على هذا السؤال ويجاوب على الأسئلة الستة اللي قبل كده، لأن أنا جاوبت على أسئلة النصراني اللي كان وجه لي بعض الأسئلة، وبتمنى النهاردة من الأستاذ رشيد أن يجاوب على هذا السؤال ويجاوب على الأسئلة اللي قبل كده. وفي النهاية ما تنساش تشتركوا في القناة عشان توصلكم كل حلقاتنا الجديدة. والسلام عليكم.